هذه الموسيقى فيها نبرة تحدي وكذلك غموض، وهذه المجموعة لا تخلو من هاتين الصفتين. والسؤال: من سيكون سيد هذه المجموعة؟ الجواب قد يتوضح مع ذكر بعض الأرقام والأسماء، عسى ولعل أن تفيد في الاختيار. البعبع الأسترالي، ولم أقل المنتخب الأسترالي لأنه دخل القارة الأكبر وفرض نفسه على رأس الهرم دون مقدمات، والأرقام خير دليل وإثبات. تصنيفه الآسيوي هو الثاني، حامل لللقب والوصيف قبل ذلك، ومن أول مشاركة خط دور المجموعات. في المجمل لعب في كأس آسيا 16 مباراة، فاز في 10 منها، وهو سجل يدل على مدى قوته. الأسترالي نستطيع أن نقول عنه بأنه منتخب بمواصفات أوروبية، من الحارس إلى الهجوم، وأبرز لاعبيه آرون موي سيغيب بداعي الإصابة، لكن من المؤكد أن البدائل موجودة وقادرة على سد الفراغ. منتخب الفرحة السورية، هكذا من الممكن أن نطلق عليه، فهو من وحد خلفه الصفوف، وبفم ملآن نستطيع القول إن الجيل الحالي هو جيل ذهبي. آسيويا تصنيفه السادس، ويمتلك في سجله 5 مشاركات وكلها انتهت من دور المجموعات، لكن هذه المرة غير، فمن المؤكد أن الأرقام سوف تتعدل والفوز سوف يتخطى معدل الهزائم، والسبب أن الأسماء الموجودة قادرة على صناعة الفارق، فهي تحوي على العمرين في الهجوم السومة، والكل يعرف أهدافه وعلومه، وكذلك خربين أول لاعب سوري يتوج كأفضل لاعب في آسيا، والبقية خير وبركة. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. منتخب الفدائي فلسطين، كذلك نشدد على لاعبين يقاتلون من أجل نشر الفرحة في بلد يعلم الله كيف تخرج اللاعبين بهذا المستوى، حتى يصل منتخبها ليرفع الراية الفلسطينية في الأمم الآسيوية. لديه في سجله مشاركة واحدة انتهت من دور المجموعات، خسر فيها كل المباريات، لكن الأهم أنه هذه المرة لديه محترفين في الخارج، منهم محمود الوادي القناص وعبد الله جابر وتامر صيام. ويأمل الفدائي بتخطي عقبة دور المجموعات للمرة الأولى، لكن كما أسلفنا التنبؤ صعب في هذه المجموعة. منتخب النشامة، التصنيف الآسيوي يصف بشكل ما يمر به منتخب الأردن، لكن من المهم القول أنه حين يكون بعيدا عن الضغوط يصنع المفاجآت. أرقام المشاركات السابقة مشرفة، لكنها ليست بمقياس. أما المنتخب الحالي فخاض العديد من المباريات الودية التحضيرية على أمل تقديم مشاركة أفضل من سابقاتها، خاصة أنه يمتلك في صفوفه الحوت. نعم، إنه حوت عملاق بمستواه، والكلام عن الحارس عامر شفيع، وكذلك المحترف في الدوري القبرصي موسى التعمري، وكذلك الطائر ياسين البخير. الكلام يكاد لا ينتهي عن مجموعة تحتوي على 3 أشقاء من بلاد الشام، إضافة إلى بعبع أسترالي. والتوفيق، كل التوفيق لمنتخباتنا العربية في المقام الأول. من الرضوان، صدى الملاعب.